الأخت أمل، وسؤالها حقيقة يعني قد لا يكون هنا، يعني أو لقد لا يكون هذا المكان أو هذا البرنامج هو المناسب لعرضه، لكن هي يا شيخ تسأل تحديدا عن بعض الأزواج، تقول: هل يجوز للزوج الذي انفصل عن زوجته أن يأخذ أولاده، مع العلم أن هؤلاء الأطفال ما زالوا صغارا ولم يبلغوا الرابعة بعد إلى آخره؟ يعني نريد يا شيخ أولا توجيها يا شيخ لهؤلاء الأزواج. أحيانا يكون الأطفال هم الضحية يا شيخ، ويبدأ يصفي حساباته مع زوجته من خلال هؤلاء الأطفال يا شيخ. الله نعم. توجيهكم حفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وبلغنا رمضان، ووفقنا لصيامه وقيامه، ومن علينا بإتمامه على أكمل وجه وأحبه إليك، واجعلنا يا ربنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، واغفر لنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أولا ينبغي أن نعلم أن حضانة الأولاد إذا كان كل من الأبوين صالحا للحضانة، أن الحق بالحضانة عند الاختلاف هي الأم ما لم تتزوج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المرة التي شكت زوجها، وأنه لما طلقها أراد أن يأخذ أولادها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. نعم. ما لم تنكحي، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحق بالحضانة إذا كانت الأم صالحة للحضانة فهي أحق به من أبيه، ولو كان أبوه صالحا للحضانة أيضا، ما دام حصل تنازع بين الأب والأم فالأحق بالحضانة هي الأم ما لم تتزوج. إذا تزوجت فهنا الأحق بالحضانة هو الأب إذا كان أهلا للحضانة. نعم. إذا كان أهلا للحضانة، مع أنه حقيقة إذا رضي الزوج الآخر ببقاء أولاد زوجة من الزوج السابق معها وسيرعاهم كما يرعاهم أبوهم، فإنه ربما كان أصلح لهؤلاء الأولاد أن يبقوا مع أمهم ولو تزوجت، إذا اشترط هذا على الزوج الثاني أو رضي بذلك من دون شرط. ولكن ما لم تتزوج فالحق به هي الأم حتى يبلغ هؤلاء الأطفال السابعة من العمر، وهذا يكاد يكون محل إجماع بين الفقهاء. الخلاف بعد بلوغهم السابعة، من الأحق، الأم أو الأب؟ خلاف طويل بين العلماء، والراجح في المسألة وهو الذي الحمد لله يحكم به بالمحاكم عندنا، الأحق بالحضانة هو الأصلح للحضانة من الأبوين، والذي يحدد هذا الأصلح. نعم، ينظر القاضي في حال الأب وحال الأم وقدرته على الحضانة، وكذلك يعني أيهما أكثر عقلا ورشدا وكذلك تفرغا للأولاد وحرصا على مصلحتهم، ومن يميل له الأولاد أكثر من الآخر، فيحكم بأن الأحق هي الأم أو هو الأب أو هو الأب. يعني ليس هناك حالة مضطردة نقول والله الأحق بالحضانة الأولاد هو الأب بعد السابعة، أو الأحق به هو الأم، أو التفريق بين الذكور والإناث كما هو حال يعني بعض الفقهاء يذكرون هذا. الصحيح أنه بعد بلوغ الأولاد السابعة سن التمييز ينظر من هو الأصلح والأفضل للأولاد، لأن الحضانة المقصود بها مصلحة الولد، فمن كان أصلح لها وأكثر قياما بحقوقها من الأب أو الأم فإنه يحكم بأن الحضانة له. يعني أحيانا يكون الأب يعني رقيق الدين أو ربما قليل العقل، حتى لو بلغ الولد السابع، حتى لو اختاره ابنه وقال أريد مع أبي، قد يكون الابن اختار أباه لأن أباه يترك له الحبل على الغارب ويلعب كما يشاء ويذهب كما يشاء، وربما يضيع في دراسته والتعليم وتفسد أخلاقه لأنه تركه على هواه، فلذلك اختاره الابن. وقد يكون العكس، تكون الأم غير مبالية ولا تترك القيام على الأولاد للخادمات ونحوها، وهي خراجة ولاجة لا تدري عنهم، فليست صالحة للحضانة. فالقاضي هو الذي يحدد بعد معرفة حال الأم وحال الأب وسؤال من حولهم،
فمن كان أصلح لها من الأبوين فيحكم بأن الحضانة له. أما قبل سن التمييز فكما حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقضى أنت أحق به، يعني من أبيه، ما لم تنكحي. فالأحق هي الأم بحضانة الأولاد إن كانت صالحة للحضانة حتى تتزوج، فإذا تزوجت يكون الأحق هو الأب إذا كان صالحا للحضانة، وإن رضي الأب أن يبقوا معها خاصة أنهم صغار وقد يكون تعلقهم يعني بأمهم أكثر والزوج الآخر رضي بذلك، فالأفضل أن يبقوا مع أمهم، ولكن إذا عند النزاع والخصام يرجع إلى القضاء. أحسن الله إليك.